والجهد يا فندم، واسمح لي في المقاطعة وأنا آسف أن أنا بقاطع سيادة الرئيس، يا فندم أنا عارف أنه بالتأكيد من موقع سيادتك ومن خبرة حضرتك والمواقع الكتير عارف كل الناس بتفكر إزاي والشارع ماشي في اتجاه، بس أنا راجل يمكن حبتين بمشي في الشارع كتير حبة، الناس يا فندم ما بتثقش غير في سيادتك، لو حضرتك قلت كذا صح هيبقى صح وعد مش كده. الناس عارفة ان هم مصدقين. طب ليه احنا ما نتكلمش كلنا يوسف لغة مش هقول زي بعضنا، ولكن لغة بتحمل فهم مشترك للقضية بحلول ممكن تكون مختلفة. يعني خلينا نفهم القضية فهم مشترك يعني ايه؟ يعني نشخص هو التشخيص بتاع التعليم في مصر لو جبت 10 سنين فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. طب جبت 20 سنة فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. لو جبت 30 سنة فاتوا يتغير؟ ما يتغيرش. نفس الكلام للمستشفيات. إذن ما فيش حد هيقول جديد يا يوسف، التشخيص واحد. صح. خد بالك، وده الفرق بين الدول الغنية والمتقدمة والدول الفقيرة. لكن الدول الفقيرة فضلت تقول لأ وتتكلم كلام ما تطحنش نفسها عشان تخرج من الفقر. بتحب الفقير يا يوسف؟ طب اشتغل عشان. بتحب الفقير يا يوسف؟ محدش ما يحبوش عشان. وعاوز يساعده ويشتغل علشان. مش كده؟ طب انا هقول لك، هو النهارده يعني المواطنين الكتير او اللي احنا لما بنقول نعمل مشاريع ضخمه كتير عشان ناكل فيها 5 مليون انسان. طب لو دول يا يوسف لو ما فيش شغل اليوم هيعيشوا منين؟ ولا حاجه، راحت. فيجي حد تاني يقول لك ايه؟ طب ما توزع علينا شويه يعني مساعدات وحسن حياتنا وبطل قفل الشغل ده. تخلص بكره. طب انا ال 5 مليون دول هوصلهم ازاي؟ ده في 5000 شركه شغاله، كل مدير رئيس شركه او مدير شركه او مقاول يعني بيشغل الناس بيبعت لهم الفلوس اللي هي بتاعت الشغلانه ديت. الخلاصه عشان بس ما تقولش عليك. لا ارجوك يا فندم كده. انا القضيه كلها لفتت نظري ان بعد كل الكلام اللي اتقال اللي كان حسيت ان احنا محتاجين نبذل الجهد كلنا اكتر من كده. ولكن عايز اقول ايه؟ ما هو لا يمكن كل الناس هتبقى زي بعض. صحيح، مش ممكن الناس كلها هتبقى زي بعض، ولازم هتبقى في ناس مختلفه، ومش كل الناس هتبقى يعني زي ما احنا عايزين يعني. وده الحال بتاع كل البلاد في الدنيا. بس بقول ان مصر مش في الوقت اللي احنا فيه ده مش محتاجه الحكايه دي دلوقتي، مش عشان انا موجود فيها، لا والله، عشان ظروفها ما تستحملش ده. وساعة لما يحصل حاجه في البلد دي الناس هتسيبها وتمشي، الناس هتسيبها وتمشي، ويقعد فيها الغلبان اللي هو ما يقدرش يمشي، انما اللي معاه خلاص بقى هنعمل ايه؟ طب ما بقتش. وبنقول هو الناس اللي بتطرح الطروحات في اللي بتسمعوها في البرامج المختلفه للدول اللي احنا بنتكلم عليها من غير ذكر اسماء. هم بيقعدوا يتكلموا في التلفزيون وطرح، وتلاقي ده بيقول وده بيقول. طب ما اتعملتش ليه؟ طب ما اتحلتش المساله عندهم ليه؟ وانا قلت كده، التشخيص اللي انا بقوله على مصر ده ينطبق على دول كتير جنبينا. انما الفرق فيها حاجه واحده، ان يا ترى اللي ربنا وفق بايه عشان تتغير مسارها وتمشي في اتجاه مختلف. ما تضيعش، مصر مش هتضيع غير بان احنا نبقى كلنا نتناسى رغباتنا واهوائنا و مش هقول افكارنا، لا، الناس كلها من حد تفكر زي ما عايزه، لكن رغباتنا واهوائنا لغايه لما البلد دي تعبر ما هي فيه. طب ياخد قد ايه وقت؟ حسب جهودنا اللي هنعمله وحسب تضحياتنا اللي احنا هنقدمها. كل الكلام اللي كنت بقوله النهارده في اول المؤتمر في اول يوم والنهارده بينصب على حاجه واحده بس، ان بناء الدوله دي يحتاج تضحيات من شعبها، كل شعبها. لما نقول التضحيات ديت ده مش معناها حد ما يسمع كلام يقول لك يا الله انت عايز تجوعنا بقى ولا ايه؟ لا، ما قلتش كده. ما
بس مش هقدر اقدم لك اللي انت نفسك فيه في ظل الظروف اللي موجوده ديت. لما الامور تتحسن، احنا كنا ماشيين في 2016 لغايه قبل كورونا ماشيين كويس قوي، والامور بتتحسن والناتج المحلي بيزيد ومعدل النمو بتاعنا بيزيد والدخل الفرد بيزيد، الدنيا ماشيه. لما الدنيا وقفت السنتين بتوع كورونا والسنه الثالثه دي، حافظنا على ان الدنيا ما تنهارش بينا. فالناس بتتكلموا كان ما حصلش حاجه. يا يوسف خلي بالك، اللي حصل في 2011 و13 ده يجيب اي دوله الارض، مش مصر اللي ظروفها صعبه.